أعتقد دي رسالة واضحة أنا ببدأها النهاردة، ترد على حاجات كتير وسيادة الريس قالها في كل الفترة الأخيرة. مصر مش هتسمح أبداً مهما كان إن يتم فرض عليها أي شيء، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا. كل ذرة رمل هنا إحنا مستعدين كمصريين نبذل فيها ملايين الأرواح، بس محدش يقرب منها.